كده. خلينا الاول اخد كابتن جاد جريشه خبيرنا الكبير في التحكيم عشان نعرف اراءه عن مباراه الاهلي النهارده قدام نادي بيراميدز. هي مباراه مليئه بالاحداث الحقيقه. كابتن جاد مساء الفل. استاذ محمد مساء الخير حضرتك وعلى كل مشاهدينك. كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه يا استاذ محمد. راس سنه هجري جديد. وعليك وعلى مصر كلها ان شاء الله. امين يا رب العالمين. انت في راس السنه الهجريه بتاكل بقى بط وحاجات كده زينا ولا؟ لا 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 عادي لا عادي. ليه انت مش دهليه زينا؟ انا دهليه زيك بس يعني مش اكيل قوي. مش اكيل ده دي طقوس مالهاش علاقه بالاكل. لا لا ما انا برضه مش اكيل قوي انا مش من هو فاكر انت يقول لك موسم لازم بط ولازم معرب فاكر انت الحاجات لا دي زمان بيعملوا الحاجات دي بيعملوها بس انا مش اكيل قوي يعني يا سيدي خد لك يعني خد لك دبوس خد دبوس انا قعدت في التحكيم احافظ على على الوزن واحافظ على الاكل فخدت على كده لما خلصت تحكيم مش عارف اكل عموما كل سنه وانت طيب يا كابتن وانت بس محمد ابو قول لي النهارده رايك في المباراه ايه؟ بص النهارده محمود ناجي الحكم الدولي ثلاث بطولات خلال السنه في الاتحاد الافريقي عمل بيعمل اداء محترم جدا هو محمود ناجي يعني. فعلا ما حكمش ولا ماتش اهلي وبيراميدز السنه دي ما انا بتكلم على كده اول مباراه يديرها الفريق طب انا مش فاهمها دي يا كابتن جهاد والله ولا انا فاهمها برضه يعني حكم واضح انه كويس وحكم شاطر وحكم افريقيا حكم فنيا وبدنيا من اعلى الحكام الموجودين في مصر حاليا وراجل دولي فانا انا انا يعني علامه استفهام كبيره ان ده اول مباراه للاهلي وبيراميدز انت فوجئت زينا كده برضه لا انا مش فوجئت انا عارف قبل المباراه بس انا بتكلم ليه يعني انا مش لاقي سبب يعني مش لاقي سبب مقنع ان حكم بالمستوى ده وشغال في حلقه افريقيا اخر بطوله كان تحت 23 سنه وقبلها لعب نهائي كاس افريقيا للشباب ولعب بطولات يعني اشترك بطولات كتيره جدا مع ده انا كمان أفريقيا. سمعت خبر غريب كمان اغرب من ده انه ما كانش ولا يحكم الماتش ده اصلا هو لو محمد عادل ما اعتذرش ما كانش خد المباراه بقول لك محمد عادل اتقمص عشان ماتش القمه هو حكمه كابتن محمود البنا وان هو شايف ان كابتن محمود البنا يعني هو كان الدور عليه او اولى انه حكم قبل كده كابتن بنا يعني الاقاويل كتيره ان هو بيتكلم على ان هو ماتش القمه ونهائي كاس الرابطه والكلام هذا يعني حاجات من هذا القبيل يعني فالكابتن محمد عادل اعتذر لهذا السبب اعتذر فلما اعتذر يعني كمان ده اقصد ان اعتذار كابتن محمد عادل بعيد عن تفسيره لكن ما كانش ناجح هيحكم يعني لو كان كابتن محمد عادل ما كانش برضه محطوط ان هو يلعب المباراه صح ولا يعني غلط غريبه جدا لكن كلام مظبوط النهارده هو بيرد عليهم بصراحه يعني اداء النهارده احنا كلامنا الراجل كان راكز جدا عامل اداء كويس ومركز يعني انا هقول لك على لقطه محمد تقول لك ان الحكم مركز ان ركله الجزاء لما الكره تيجي في القائم وترد لنفس وترجع نفس اللعيب قانونا ده يعتبر لعب الكره مرتين يعني الناس بتتكلم هو مش تسلل في ناس بتفكر ان هو تسلل مش تسلل لان الكره كده كده المعلق كمان قال تسلل فعشان كده الناس مهندس برضه موضح للناس ان هو الراجل مركز على فكره في غيره قبل كده اللقطه دي في ماتش اهلي واسماعيلي من سنين ما ركزش في اللقطه دي والكره جت بس الكره خرجت ساعتها ما تسجلش هدف وكانت تبقى كارثه لو كانت اتحسبت ساعتها يعني لكن انا بتكلم ان الراجل مركز بمعنى عارف مين اللي لعب الكوره وعارف ان الكوره جت في القائم ومفيش لعيب تاني يلمسها فحسين الشحات لمس الكره مرتين بدون ان يلمسها لاعب اخر ده قانون وبالتالي الراجل نفذ القانون والغى الهدف بركله حره غير مباشره على حسين الشحات للعبه الكره مرتين دون ان يلمسها لاعب اخر طب سؤال هو لو حسين جات له تاني قام بصيها برضه غلط هو لا هو لعب بص يا استاذ محمد لو ما سددهاش يعني حسين جات له تاني بس بصاها ما سددهاش انا هبسطها لك هو زي ما يكون لعب ركله حره مباشره لعب الكره لنفسه لا يبقى خلاص هي خلاص مضمون بالظبط فهمتك هو لعب لمس الكره مرتين هو البنالتي ركله حره مباشره اصلا بالظبط هو دون ان بس على فكره فالقائمه ما بيعتبرش لعيب خلاص يعني القائمه بيعتبر بالظبط ما حدش لمسها خلاص هو لمسها مرتين يعني كان لازم حسين يرفع رجليه يفوتها او حاجه لو حد غيره كانت جوه لو حد غيره يحطها كانت جوه مفيش مشكله فيها او حسين كان رفع رجليه اللي وراه وهو زي بتكون سواء بقى من الاول حد غيره اي حد غيره كانت تبقى جوه مفيش مشكله فيها لكن هو حسين نفس اللاعب فده في بتتكلم في الدقيقة حاجة و90 الراجل مركز يعني بتتكلم في التركيز ده واحدة من التركيز انا كلامك ان طول الوقت محمود ممكن يعني اختلفت معاه في قصة لعب حسين الشحات الركلة الركنية طبعا كان لازم انذار على حسين الشحات وركلة حرة مباشرة على حسين الشحات طبعا الفار ما بيدخلش فيها لانها انذار مش كارت احمر اللي هي بتاعت ايه؟ اللي هي اللعبة اللي اتعور فيها من اللاعب البيراميدز اللي بعد كده الكسر اللي هو اتغير فيها محمد حمدي التركيز بقى في حاجه ثانيه برضه الناس برضه انت كان قصدك دي ايه يا كابتن كان يدي انذار لحسين تقصد ركله حره مباشره وانذار لان حسين كمل في الرجل فوت ان فوت ده ممكن يكون ما شافهاش هل الفار ما بيخشش هو ممكن ما شافهاش الفار ما يتدخلش لان ده انذار برضه ما ملوش اللي دخل فيها لان الرجاله اقصاها كارت اصلا الحاجه الثانيه برضه لما ادى انذار
للاعب البيراميدز في احمد 33 توفيق. احمد توفيق ورجع غير القرار عن طريق الفار بيكلمه طبعا مش محتاج يخرج للشاشه لان دي حقيقه تحديد هويه فرجع لغى الانذار من احمد توفيق ادى الانذار لاحمد فتحي في اللقطه دي محدش خد باله من اللقطه دي بس احنا مركزين قوي ان الانذار كان لاحمد فتحي مش لاحمد توفيق تمام. فلما جه احمد توفيق خد الانذار في الدقيقه 86 ده كان الناس متخيله ده الانذار الثاني لا ده كان الانذار الاولاني الانذار الثاني بقى اللي احمد توفيق خده ده كان اعترض في هجمه لبيراميدز والكره اتقطعت اعتراض غير طبيعي كملت الكره ورجع بالانذار الثاني اللي هو طرده بيه وكان انذار مستحق الثاني كان للاعتراض تمام للاعتراض وبس ما ظهرش في الشاشه بس احنا طبعا عشان انا رجعت اللعبه وشفتها فكان في اعتراض في هجمه بيراميدز لما الكره اتقطعت اعتراض غير طبيعي لفظ عمل حاجه فكانت هجمه واعده للاهلي فكمل هجمه الاهلي وبعد كده هجمه ما خلصت راح رجع الانذار لاحمد توفيق في تصرف سليم من حكم شفنا لما احمد توفيق تعرض لاحمد عبد القادر في الكره اللي بكوعه دي لا احمد عبد القادر الكره دي الايد الممتده دي مش كوع يا استاذ محمد لا انا مش قصدي ان هي طرد مش قصدي كده انفعال احمد عبد القادر بعديها يعني هو الكابتن محمود ناجي ادى كارت اعتقد لاحمد توفيق لاحمد توفيق الانفعال الشديد لاحمد عبد القادر كان يستحق عليه انذار ولا ده انفعال يعني طبيعي من اللاعب الحكم ممكن يستوعبه بص في المباريات الكبيره زي دي يا استاذ محمد بيبقى احنا يعني كحكام نقول احيانا لما بيعترض اعتراض باحترام على فكره طالما ما فيهوش لفظ يعني ممكن يبقى وشه كده هو بيتكلم بيقول له لا اللعبه ما تستاهلش انذار ما تستاهلش كارت احمر ده انذار الكوع ده ما تمش استخدامه كسلاح اليد كانت ممتده وبالتالي انذار كان مستحق وممكن يكلمه بده وبرده يحتفظ بانذار في جيبه ما يدهوش يعني قسمه اعتراض الفج ما حصلش من محمد عبد القادر في اللقطه دي وبالتالي هو خد انذار ادى الانذار الصح والاعتراض ده قابله بتحذير فالمجمل اللقطه عملها صح الاثنين لعيبه لما تدخلوا مع بعض جوه منطقه الجزاء محمد عبد القادر احمد عبد القادر اسف وكان حد او اثنين في اثنين لعيبه دول انذارين مش فاكر اسامي اللعيبه بالظبط بس كان محمد عبد المنعم وكان لاعب بيراميدز احتكوا بعض جوه منطقه الجزاء وجابهم وادى انذار لده وانذار ده تصرف سليم من حكم شغال شغل كويس احنا بنتكلم على السؤال ليه ما خدش قبل كده الماتشات الاهلي يعني الحكم مسيطر على مباراه كبيره زي دي عمل مباراه تحكيميه مميزه النهارده اديله كام من 10 يا كابتن لا النهارده ناجح هو مش هو بس وطاقم التحكيم كمان التسللات النهارده كلها مظبوطه الفارت مراجعات كلها مظبوطه فاكر اسمائهم برضه تقولهم بمناسبه ان هم يعني انا مش فاكر اسماء بالظبط بس نور سعيد كان المساعد الثاني من القاهره حكم مساعد مميز والمساعد الاول انا مش فاكر اسمه بالظبط بس هو برضه مساعد مميز شوفوا لنا يا جماعه طاقم التحكيم اسمائه عشان بس يروح ياخد حقه كان على الفار برضه عملوا مباراه مميزه لتحديد الهويه تدخل فيها بصوره محترمه جدا والا كان الحكم اخطا وطرد احمد توفيق في اللقطه اللي هي الاولانيه الانذار الاول فبنتكلم طول الوقت الناس لما بتنجح بتقول في نجاح للتحكيم وفي صوره كويسه للتحكيم النهارده كان ماشي بصوره مميزه جدا يعني انت بتشيد يا كابتن بتدي لهم كام من 10 يعني النهارده 8.5 من 10 طقم التحكيم بالكامل يعني يعتبر جيد جدا ويصل للامتياز كمان ونتمنى ان يعني الناس لجنه الحكام الناس اللي بتلعب في افريقيا وماشيه كويس اديهم ماتشات داخليه عشان نديهم الثقه داخليا زي ما الاتحاد الافريقي مديهم الثقه خارجيا عشان التحكيم المصري لان محمود دلوقتي من الحكام المصريين اللي مصنفين في الاتحاد الافريقي وبالتالي عندنا حكام مصنفين في الاتحاد الافريقي بصوره كويسه جدا امين عمر محمد معروف محمود ناجي ومعاهم محمد عادل دول حكام بداوا يعني خلاص بقوا مصنفين في الاتحاد الافريقي وماشيين بصوره محترمه لازم ياخدوا الثقه جوه زي ما الاتحاد الافريقي بيديهم الثقه طب انا هقول لك يا كابتن اسماء الحكام برضه عشان يبقى خدوا حقهم بما ان حضرتك بتشيد بيهم هذه الاشاده في ماتش كبير كمان زي ده يعني الاهلي لما بيلعب بيراميدز ده ماتش كبير لان خد بالك ده فاينل كاس اهلي وبيراميدز سوبر مصر اهلي وبيراميدز الثاني وبيلعب الاول يعني بطل الدوري بيلعب الوصيف بتاعه وحاجه كمان يا استاذ محمد خلي بال حضرتك ده اول مباراه في تاريخ محمود ناجي للاهلي وبيراميدز مع بعض كمان يعني ما حكمهمش مع بعض قبل كده بيتكلم على هو ما حكمش الاهلي الثاني خالص بالزبط. بس بتكلم اهلي وبيراميدز كمباراه كبيره اول مباراه ولا حكم لبيراميدز برده بيقولوا لي يعني غريبه جدا لا حاجه مش مقبوله يعني بتكلم على الحكم ماشي كويس وماشي كويس افريقيا وماشي كويس في الدوري المصري ما عندوش مشكله ولعب ماتشات الهبوط واداه بصوره كويسه هو محمود ناجي الحكم حكم مساعد اول تامر رشاد تمام حكم مساعد تاني نور سعيد تمام حكم رابع صبري ابراهيم تمام حكم الفار اللي هو الرئيس عبد العزيز السيد تمام الحكم الفار المساعد هاني خيري كمساعد اللي معاه هو تمام لا طبعا النهارده عملوا ده طاقم الحكام الكابتن جهاد بيشيد بيهم جدا
لا ده حقه. هو بص وأدار يا استاذ مباراة محمد، لما كويس في اخطاء بنقول اخطاء، لما بنلاقي طبعا حاجه ايجابيه بنقول الايجابي ايجابي يعني. طبعا يا كابتن. بس هما كمان يعني ادوا صورة تخليهم الفترة الجاية يعتمد عليهم بشكل كبير ان شاء الله، يعني اذا كانت ده اللجنة ده الطبيعي، ده طبيعي هتحكم جدا. بعدالة او هتختار بعدالة اكيد الفترة الجاية. اكيد ان شاء الله ربنا بالتوفيق لتحكيم مصر ان شاء الله. الله يخليك كابتن جهاد، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التصريحات.